بدأت نهضتنا الصناعية بإرساء أكبر دعامة في صرح الصناعات الثقيلة بالاهتمام بصناعة الحديد والصلب. ولما كان ركاز الحديد يكمن في أسوان ووسائل النقل المختلفة لا تكفي لمواجهة حركة التصنيع المتزايدة، فقد عهدت حكومة الثورة إلى شركة مصر للنقل والملاحة بإعداد أسطول ناصر النهري لنقل ركاز الحديد من أسوان إلى حلوان. وقد أنب الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور مصطفى خليل وزير المواصلات لرافع علم الجمهورية العربية المتحدة على أولى وحدات أسطول ناصر النهري برملة بولاق بطريق الكورنيش. وشهد الحفل وزير التخطيط وسفير ألمانيا والنمسا وكبار رجال بنك مصر. ويتكون الأسطول من 26 صندلا آليا و20 صندلا عاديا.